ألو، صباح الخير. صباح النور. آسفة بس ما أكون أزعجتك. لا ولا يهمك. مين معي؟ أنت ما بتعرفني، وأنا تعبت كتير لحتى لقيت رقمك. أنا اسمي أم حازة. أهلا وسهلا فيكي مري. سمعت أنك معلم بتركيب الدشات، وأنا عندي شغلة يعني بدها معلم كتير شاطر. لعيونك، شو الشغلة؟ بدي ركب صحن عندي بالمعمل. أنا مديرة معمل ألبسة. أهلا وسهلا مدام. والصحن لأكثر من جهاز ولا بس مكتبك مدام؟ لا لأكثر من مكتب. معناتها بدنا نبري مركزية؟ ما بعرف، أنت أدرى. خلص ولا يهمك، بتاخدي شغلة بتدعينا عليها إن شاء الله. بس أنا كتير مستعجلة، يعني بدي الشغلة تخلص اليوم. اليوم؟ والله صعب كتير يا مدام، لأنه عندي أكثر من موعد شغل مع ناس. شوف، موضوع المصاري لا تاكل همه، أجل أشغالك وكله بحسابه. هلأ إذا هيك اختلف الحكي. أنا صحيح بعطي مواعيد، بس وقت العملة كله بيتغير. لعيونك مدام. طيب كتير منيح. بس مدام، مو بس خلص تركيب تنسي إنه بديتك على كتير ناس، يعني خلينا نتفق من هلأ. خلص ولا يهمك، ما راح تكون غير مبسوط. يعني فوق البيعة حبة المسك لازم تكون مدللة. لا تقلق، كله بحسابه. خلص اتفقنا، أعطيني العنوان وإمتى بدك يكون عندك. والله إذا فيك تجي هلأ بيكون كتير منيح. ماشي، رح ألبسه لعندك فورا. طيب سجل عندك. بعد جسر صحناية بتلاقي لوحة كبيرة كتير مكتوب عليها مدام. فوت على اليمين دغري 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 بتلاقي المعمل على اليسار. خلص ماشي، بس أصل بحكيكي على هذا الرقم مو هيك؟ إيه هذا رقمي. ماشي، مسافة الطريق. ماشي، الله معك. الله معك مدام. شبك يا زلمة، كنت فاسنا قدام المدام. بري عليك، أحلى مقابلة بشرفي. شلون؟ غير شكل برنجي، حسيتك فيلسوف زمانك. ديكارت تقول يا رجل. هلا ذاك المسخر. قسما بالله ما عم بمسخر، عن جد عم بحكي. كثير طلعت حلوه معك لما قلت لها مسافه الطريق، حسيتها انسطحت سطح للمخلوقه. هلا من كل الكلام ما سمعت غير مسافه الطريق. لك لا سمعت، في شيء كثير عجبني، بس هيك حلوه، مدري شلون بدي اقول لك، يعني كنت فراتي بالصلاه على النبي. حل عنا يا، شو ما عملنا ما بيعجبك؟ لك اقسم بالله عم بمزح وعجبني كثير، بس هلا ضل الباقي، وهون ما بدي اياك تخربط يستر عرضك. قول يا سيدي، أهم شيء ما يكون نوفل بالمعمل، لأنه إذا شافك انتزعت القصة كلياتها.